تساعيت ملكة وأم الأزمنة الأخيرة تحضيرا لعيدها في 28 من آب. هذه التساعية أملتها أمنا القديسة مريم العذراء على لوز دي ماريا. تساعيت ملكة وأم الأزمنة الأخيرة اليوم السابع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صلاة إلى العذراء ملكة وأم الأزمنة الأخيرة. أيها الآب الإله الأزلي القدير والابن القدوس الكلمة المتجسد والروح القدس البارقليط السماوي الإله الواحد في ثلاثة أقانيم، اسكب بركتك المقدسة على خليقتك هذا الذي يصرخ أمام جلالتك الإلهية. خذ بيدي حتى لا أنفصل عن حمايتك. امنحني رجاء لا يتزعزع بلقائك في مجدك. ليصوغ روحك القدوس نفسي فأجد الفطنة التي تقودني إلى حقيقة كلمتك، فلا أحيد عن الطريق المقدس. أيها الثالوث الأقدس، لقد سلمت شعبك نعمة حصولهم على ملكة وأم الأزمنة الأخيرة لتشفع وتدافع عن شعبك، فإني أرحب بهذه الملكة والأم السامية وأمسك بيدها المباركة وأستسلم لتوجيهاتها الأمومية حتى أستطيع برفقتها أن أعمل مشيئتك. أيتها الأم التي ترشد، الأم التي تشفع، الأم التي تحمي هذه البشرية الهائمة بلا هدف، كوني دفة المركب في هذه الأزمنة لكي لا تغضع روحي وتستسلم ضعيفة بين براثن الشر. أعطني قوة الإرادة حتى لا أخاف الانتظار، بل بالأحرى أن أخاف من الوقوع في وساوس الشرير، ولا تدعي روحي تهلك في ظلام الشر. يا ملكة وأم الأزمنة الأخيرة، تعالي اقبليني وعلميني أن أنتظر لحظة الثالوث، فلا تكون رغبتي في تعجيل الساعة، ولكن أن أكون انعكاسا لك تحت حماية برك ووفائك، فلا أسقط خائفا ولا أستسلم. يا ملكة وأم الأزمنة الأخيرة، اجعل الحب، الإيمان والرجاء أن يولدوا من جديد في داخلي، واعطني أيضا الشجاعة لأحيا مثلك، مغذيا نفسي بمشيئة الثالوث الأقدس، ومستمرا بإيمان حار بأنك ستقودينني نحو اللقاء المنشود مع الآب والابن والروح القدس، فأولد لحياة جديدة في ظل الثالوث الأقدس. آمين. اليوم السابع. قدموا هذا اليوم من أجل تنمو الأمانة وأن لا تضعفوا في اللحظات الأخيرة. التقدمة، تأملوا اليوم يا أولادي في بعد الإنسان عن الله. صلاة اليوم السابع. أيها الآب المحب، الابن الرحوم والروح القدس المعزي الإله الواحد، لتكن معبودا في كل مكان. أيها الإله القدير الأزلي، أرسل لي روحك القدوس. أسجد أمام جلالك متوسلا بتواضع من أجل هبة الثبات حتى لا أضعف مهما كانت قوة التجارب. أيها الثالوث الأقدس، إني أسلم ذاتي لك حتى أكون متيقظا في هذه الأوقات، ولا تحجب العصرنا بصيرتي. امنحني القدرة لكي أبقى أمينا لكلمتك ومتمثلا لوصاياك، مؤمنا أن ذلك هو خير لخلاصي وخلاص أخوتي البشر. ابني حكمة مقدسة لأفهم أنه لكي أحبك علي أن أعمق معرفتي وفهمي لكلمتك. يا ملكة وأم الأزمنة الأخيرة، ألتجئ إلى حمايتك لتكوني أنت المنار التي تنير طريقي. آمين. لنصلي مرة أبانا والسلام والمجد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم القديسة، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. وعدت العذراء بأن من يقوم بتساعية ملكة وأم الأزمنة الأخيرة أن تمنحه النعم التالية:
فضيلة الرجاء لكي لا تتراجعوا في الأوقات التي تشعرون فيها بأن الطريق طويل، وحتى لا تبتعد عنكم سعادة كونكم أبناء الله. لن أسمح لليأس أن يسيطر عليكم، ولن أدعكم تعتقدون أن ابني تخلى عنكم. كل من يطلب رحمة القلب والقصد بإصلاح سيرتي سوف يحصل عليها. سأوفر لكم موهبة الحكمة لكي تكونوا أبناء وأتباع الكلمة الإلهية، ولا تضطربوا من المهمة التي أوكلها الرب إليكم. بهذه الطريقة لن تضروا بالمخطط الإلهي. ستنالون موهبة القوة حتى يكون إيمانكم راسخا وقويا ومثابرا، وفي الوقت عينه سوف يقودكم الحب. ستكون العائلات متحدة أكثر، والإخاء الذي يسود بين البشر سيوقف الشر. سوف أضع الحب بين الأزواج حتى يقوى ويتضاعف. بركتي سترافقكم طالما تعيشون في صلاح وتعملون الخير. بصفتي ملكة وأم الأزمنة الأخيرة أعطيكم قلبي حتى تكونوا محميين بابني، عيناي حتى تشاهدون الصلاح وترغبون بالارتداد، أشعة نوري حتى تصل إلى البشرية جمعاء، قدمي حتى تكونوا أمناء في طريق الاهتداء ولا تتوقفون تحت الشمس أو تحت الماء. أدعوكم أن تنظروا وتتأملوا في الأرض حتى تفهموا قيمتها، وحتى يسعى كل شخص إلى إحلال السلام بين الناس. أعطيكم المذبحة الوردية المقدسة، لأنكم بدون صلاة لا يمكنكم الوصول إلى الله. أدعوكم أن تكونوا كأطفال حتى تصبحوا مستحقين حماية الآب السماوي، ولكي تكونوا أمناء وصادقين، لأنكم بحاجة إلى خيرات روحية في هذا الزمن لتعرفوا كيف تمارسونها.